أنا لا أريدك أن تنظر للرقيب بنية الخوف فقط، لا، ده هو زي ما بيكتب عليك بيكتب لك كل حاجة جميلة بتعملها موجودة، مش هيبخسك حقك، ده هيضاعفها لك أضعاف مضاعفة. ده أنت تحب الرقيب جدا، بدل اكتب لي دين وأنا قلت استغفار اكتبه لي، وبصيت بصة كده بخشوع ومدى اكتبها لي، وسمعت كلام اكتبه لي، ومشيت لطاعة اكتبها لي، وإيدي قدمت طاعة اكتبها لي، لا لا، بدون ما تقول سيكتب لك كل شيء حتى النيات. حديث اللي مر معنا قبل ذلك، إنما الدنيا لأربعة نفر، الأول معاه مال وبينفقه فيه، عنده علم فبينفق المال بناء على علمه فهو بأرقى المنازل أعلى الدرجات، والثاني ما عندوش مال بس عنده علم، قال لو أن لي مالا لفعلت فيه مثل فلان، فهو بإيه؟ بنيته. يعني أنت لما تنوي الخير الآن يعطيك الله عز وجل أجره كاملا، فهما في الأجر سواء، سواء بالنية. النية تجارات العلماء، تتاجر مع الله، تعدد النوايا. فالواحد يقول لو ربنا اعطاني 1,000,000 جنيه وعملت به مركز تحفيظ واجيب مدرسين ومدرسات وعلم الناس السنة وألقى الله عز وجل بأنف واحد حافظ لكتاب الله، يا أتمنى ذلك. هذه النية تكتب لك، ونية السوء تكتب عليك. يقول لك فلان ده ده ما فيش زيه، ده بيعمل وبيسوي معاصي وذنوب، فهو مثله، فهما في الوزر سواء. ودي خطورة يا جماعة، اللي يحب أهل الشر، اللي يحب أهل السوء، اللي يحب أهل المعاصي والذنوب، أنت بيخلي بالك إياك تتمنى حياتهم. أحد الخلفاء الأمراء رأى غسالا قال يا ليتني كنت غسالا وأمير للمؤمنين، عقب عليها أبو حنيفة فقال الحمد لله الذي جعلهم عند الموت يطلبون ما نحن فيه ولم يجعلنا عند الموت نطلب ما هم فيه. فتستشعر حلاوة الرقيب، إن مفيش حاجة من أعمالك الطيبة هتروح. وكذلك أنت تستشعر لما تتجمع لك كل النوايا الطيبة دي وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى بين العالمين، تقول ها أمقرأوا كتابي، الناس كلها يقرأوا الكتاب بتاعي مليان حسنات اللي جمعها لك الرقيب. تخيل بالله عليك لو كل حسنة بتعملها تجيب لك أنت محاسب يكتبها لك يأيد لك، كم تحتاج؟ طب واللي هو نايم؟ طب واللي هو ما يعرفوش؟ طب واللي هو ما شافوش؟ الرقابة قد تكون مصدر إزعاج، تلاقي كده قبل الكاميرات اللي على الطريق الواحد يفاجأ بالكاميرا يقوم ضايف فهم القوي جدا، ممكن يعمل حادثة أخطر من كسر الإشارة. أما روح مكان، هو خلي بالك المكان مراقب، يقول له صوت ولا صوت وصورة ولا إيه بالظبط؟ ما هي لو صوت بس، لو صورة بس يتكلم، يقول له لا لا صورة ولا كلام، يزداد انضباط زيادة شوية. من جمال الله تبارك وتعالى لا تستشعر مراقبته، ما يضايقكش الملكين، ما يضايقكش. وهذا من جمال لطف الله سبحانه، أنك لا تشعر بأنك مراقب. مرات كده تلاقي إيه الرجل محترم ملتزم وابنه يعني بدأ يلف شوية، فتلاقي العلاقة بينهم يقول له أبوك جه اسكت بقى، الأم تقول لهم يا أولاد اسكت أبوك جاي، فيعملوا مؤدبين، ده في مراقبة. طب لو يوم جمعة أو أجازة قاعد يقول لك أكنه بيفضل قاعد لنا كده طول النهار، فتستشعر صعوبة المراقبة. لو هو مواظب معاك ملاصق لك، بدأ بقى يفتش بيشوف مثلا الشنطه بتاع زوجته تلاقيها متضايقه جدا، بيشوف في تليفونها تلاقيها متضايقه جدا. رقابه الله بدون ازعاج بدون مضايقات، الله لطيف. وما يبعث السرور انها رقابه لكل ما تقترف، فانت مراقب من قبل الله لياخذ بيدك ليدخلك الجنه. ده مش رقابه عشان يوديك النار، في واحد كده مستني لك الغلطات، ما هي الكاميرا ما بتلقطكش وانت ماشي مظبوط، بتلقطك وانت مخالف. اللقطه بتاع ربنا سبحانه وتعالى لقطه خير، لما يراك كده وانت بين يديه واقف في الصف يقوم ينظر اليك، يقوم يكلمك، تدخل على ربنا مباشره، تستشعر حلاوه القرب ده وحلاوه المراقبه وصدق المناجاه. مثل زي ما يكونوا ايه بيراقبوا واحد كده عشان يحطوه في مكانه، عايزين يحطوه مثلا رئيس وزير كذا محافظ مسؤول، فيشوفوا يقولوا انت كف، احنا شفنا من صفاتك الحميده واخلاقك الطيبه انك مؤهل للمنصب الفلاني. كذلك رقابه الله سبحانه وتعالى تاخذ بك الى الجنه، تاخذ بك الى الدنيا تهد قوانا، فاقبل عبيدا جاء عندك تائبا أنت الكريم.